ببجي نيو ستيت جابت لنا فكرة جديدة ما حدا قبل سويها بلعبة باتل رويال. فكرة بكل بساطة، إذا أنت فايت سولو سكواد وقتلت حدا قدامك من التيم اللي ضدك، فيك تضمه لعندك على التيم، فأنت بكل بساطة فيك تصنع سكوادك الخاص من قلب الجيم نفسه. فكرة حلوة صح؟ إيه بس ما تنبسطوا كتير، لأنه بهالفيديو حابب خبركن إنه هيدي الفكرة إلى سلبيات مزعجة كتير. جيم اليوم تواجهت مع واحد عربي فنوكته، بعد ما نوكته قلنا خلينا نشفق علي بما إنه عربي، هات لنفوته معنا بالتيم. بالنهاية سولو سكواد بدك حدا، إذا تنوكت بدك حدا يعيشك، فقلنا خلينا نعيشه ونشفق علي. فتفاجأت، ما شاء الله كنا عم نلوت، كنت بطاحت على صندوق وكنت عم لوته، فجأة بلاقي أنبلي جاي علي، بلاقي انه هذا اللي عيشته زدت علي أنبلي. فإذا انت عيشت واحد وسخ فين زعلك التيم بكل بساطة. فما بعرف كيف شركة ببجي نيو ستيت بدها تحل هاي المشكلة، هاي المشكلة جدا مزعجة، بتمنى انه يلاقوا له حل. ما بعرف كيف بده يلاقوا له حل، مثلا انه ممنوع زت انابل علاك او هاي السوالف، ما بعرف كيف بيزبطوها. بس المهم هاي الفكرة بتمنى توصل لشركة ببجي نيو ستيت حتى تحل لنا اياها. كمان بهذا الجيم صار معي جلتش مش طبيعي. تصور انت ماشي بالسيارة ومعك التيم كامل، يعني انتو اربع اشخاص بالسيارة، وضليتني ماشي شي دقيقتين باسرع سرعة، وطبعا الفيول يعني البنزين مفول على الاخر، فضليتني ماشي شي دقيقتين، بعدها بلاقي انه اني لحالي ماشي وسكوادي ورا. يعني انا سكوادي بالاحرى مش ركب معي، بس انا لعبي متخيلة انه ركب معي، ما بعرف كيف زبطت. هيلا جليتش مش طبيعي عن جد، بتمنى على الشركة تزبطه. ومش بس هيك، يعني مش بس هيك هتتفاجئوا من التفاصيل. تصوروا كمان انه البنزين مفول والسيارة ما عم تمشي، وفوق هيدا كله ما عم يخلوني اطلع من السيارة. فقلنا هات لنا رستر الجيم لنشوف بيمشي الحال او لا. رسترنا الجيم، لقينا حالنا تحت السيارة. شو بعد بدي اقولكم، وبعد في شغلات مش هحرق عليكم، حرقت عليكم كتير شغلات. اكيد الكل هلا عم يتساءل انه يا سيد ورطة الك بالعادة تبين وجهك او تبين الفيس كام بالفيديوهات، ليش اليوم مش مبين الفيس كام؟ كل بساطة يا اخوان، اليوم حلقت شواربي وحلقت دقنة، فما حبتش اطلع بهيك منظر على اليوتيوب. اذا بدكم حفرجيكم لمحة، بس ما في فرجيكم اكتر من هيك، هيدي مشاهد خطيرة حصرية. فالمهم يسعد اوقاتكم جميعا، واليوم حنلعب جيم حصري عن ببجي نيو ستيت، فيها كتير تفاصيل حكيناها باول الجيم. اذا اول مرة عم تشوفنا على يوتيوب ما تنسى تحط لايك وسبسكرايب. فخلينا نروح على الجيم، ليتس جو بيبي. يا رب سليح، يا رب سليح، يا رب سليح، يا رب سليح، غير الشوتجان. غير الشوتجان. اوكي ايزي. تعال هون، تعال عيش، تعال فوتك معي بالتيم، تعال. انه عم نلعب سولو سكواد، بدنا واحد اذا تنوقنا يعيشنا. I am the one, the way your son don't need. في سكواد كامل هون، هذا اول نوك. هاي تفنيش لعيونك. انا مالي علاء بالموضوع. عودي اوه تفعل متفرج علينا بالدرون. تعال هون انت كمان كريتوس، تعاهد عراق، تعال تعال يا عم، تعال اموت بالعراقيين، اموت في تيم تيم تيم. اوه اتنان اتنان، تو كيل تو كيل، ناين كيل يا اخوان. تركيش تركيش، طلع ما حداش يطلعنا بالاوبن نلود بالرياحة يا رب. يلعن امك يا ابن الح، عم تزت لي جرينيت.
والله يمزح والله يمزح والله يمزح والله, والله ما تمزح والله. هاي مسحة ما اشتعيدها تاني مرة هالمسحة من غير شيء. عيشتك شفقت عليك تجي بتقولني يا زلمي عيب عليك وطلعت عربي كمان هذا كله عيب. خلاص ما عرفتني عربي حكي معي سولف معي يا زلمي ما تقدرناش. ثواني أدخل معه في الطريق أدخل معه في الطريق. في سيارة في سيارة أنا مين؟ لا توقف. ها 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 تاني شو أن أبوهم ملاك. أوه ماي جاد يا لوف قبعات ستة وأشياء لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر لوت رباني والله العظيم ما كانت معايا أي حاجة. هاي خناصة يا مربع. خلاص خلاص احترم نفسك. رحمت فين أخي يه دعسة إيش سيارة مالها شو بها وقفت لحالة وقفت. ايه البطارية خلصت البطارية وليه البطارية لك لا ما فيش بطارية هون لك البنزين معلي عليهم وعلى الفل يخيم البط السيارة. انت عليك تستوب انه علقت بالسيارة يا شباب علقت. حدا يفجرني بالسيارة حدا يطلع يفجرني. طلع مالي لحالي بالسيارة. شو عم بيصير له؟ حدا يجي يفجرنا حدا يجي يفجرنا. لا لا بتنفجرش بدها بس 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 وحدة بس جرينيت وحدة بتنفجرش السيارة بجرينيت وحدة. يا الله يا الله ميت لرستر. اوف الحمد لله بس رستارت مش الحال. طب يلا عشان فيها الجبل. وقفوا عند الناس على فكرة. لا حول ولا قوة. معي قناص معي قناص. وصلوا لي. القناص اجى. ده نزل. غيره هم فين معلم اي انمي اي شيء نزلني معلم عليك.